السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير. أبعطيكم سنابات بسيطة، والسنابات تتكلم عن لا تحزن. لا تحزن إذا كان الله معك، لا تحزن إذا أصابك هم، لا تحزن إن أصابك غم، لا تحزن إن تكالبت عليك الدنيا مهما ضاقت بك الدنيا. اعلم علم اليقين إن مع العسر يسر. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وكان معه أبو بكر الصديق، استيقظوا أهل مكة يبحثون عنه. قالوا أهل مكة: من يقبض على محمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. فجن جنون القوم يبحثون عنه في الجبال والشعاب والسهول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر، فكان أبو بكر يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خوفا يا فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: خوفا يا رسول الله أن يأتي سهم شاطر فيصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم حرصا. عموما أيها الأحبة، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغار، فأتى أهل مكة إلى باب الغار، يعني عند الغار. فقال أبو بكر ويهمس في إذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا، وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل وتفكر، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك درس أنك لا تحزن وتوكل على الله في كل شيء. اسمع ماذا قال. فقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر. فأنزل الله جل وعلا عن هذه المحادثة العظيمة: ثانية إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن يا من تكالبت عليك الدنيا، يا مهموم يا مغموم، يا من ضاقت بك الدنيا، لا تحزن إن الله معك. يجب علي وعليك يا غالي أن نتوكل على الله، وأن تعلم علم اليقين أن الذي يفرج الهم والغم ويأتيك بالرزق والتوفيق هو الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلاح، وجعلني الله وإياكم من المتوكلين على الله في السراء والضراء. سلام.